صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص يسجد لغير الله ويذبح لغيره وينذر لغيره وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فهل هو كافر؟ بلا شك إذا كان إنه متعمد هذا الشيء ويعرف أن الذبح عبادة وأن السجود لغير الله عبادة ويفعل هذا لغير الله، لا شك في كفر هذا. نعم.